الكحل عند المصريين القدماء مش زي الكحل بتاع اليومين دول. الناس فاكره ان المصريين القدماء كانوا من النوع اللي هم اي حاجه بيلاقوها بيستخدموها كده على مال على بطال. لا، كان لازم كل حاجه يبقى ليها صنعه، واللي كان لازم يدوها حقها، وكان لازم يعملوها على كذا مرحله. الكحل عند المصريين القدماء هو اختراع مصر القديم للناس اللي مش عارفه. في ناس هتقول لي لا يا نيرفانا ده اختراع العرب. لا، لان القدماء ما كانوش بيحطوا الحجر كده وخلاص. لا 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 لا، ده كان عندهم الاحجار دي اشكال والوان، كان عندهم كذا لون، وكانوا بيستخدموا مواد معدنيه ومواد كده موجوده في الطبيعه ويطحنوها مع حاجات تانية وحاجات تالتة وحاجات رابعه. الموضوع ما كانش عباره عن حجره ويطحنوها وخلاص، لا، كان في صنعه في صناعه الكحل. ليه؟ لان هم كانوا مؤمنين ان الكحل ده بيمنع عينيهم من الكثير من الامراض اللي هي الخاصه بالربيع والخاصه بالعواصف والخاصه بالرمال، عشان خاطر ما تدخلش في عينيهم اي حاجه، بجانب انها بتوقيهم من اشرار كتيره جدا. طيب، لو احنا عندنا كحله لون واحد بتبقى هي دي العلبه بتاعتنا. عندنا كحله اتنين لون، هنحطهم مع بعض ازاي؟ لا، هنعمل الكحله المزدوجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندنا اكتر من نوع كحل، واحنا كده يا نيرفانا دخلنا في اي شادو مش في كحل، ودي حقيقه، لان هو برضو يعتبر اي شادو، اللي هو ممكن نلاقي منه احمر واخضر واصفر والكلام اللي احنا شفناه عند المصريين القدماء وازرق. يبقى عندنا شكل العلبه بيبقى بالمنظر ده. زي ما انتم شايفين المصري القديم هو اللي اخترع المكياج بكمان تقسيمات المكياج. يعني احنا دلوقتي ممكن نلاقي علبه اي شادو واحده، علبه اي شادو فيها لونين، علبه اي شادو فيها خمسه وهكذا. فده اختراع مصر القديم. هتقولي ان نيرفانا المصريين القدماء كانوا ليه بيحبوا ان هم يحطوا الحاجات دي؟ لان هم كان عندهم ان انت تبقى نظيف دي حاجه حلوه للاله، ولو انت تبقى شيك دي حاجه حلوه برضك ليه، وان انت لازم تستمتع بحياتك زي ما انت محضر نفسك لاخرتك. وده كان فكرهم، لان هما كانوا بيحضروا نفسهم للدنيا وللاخره. مش موت بس، زي ما انا بسمع ان هي حضرت اموات مش اكتر.